الحديث أكثر عن هذا اليوم وعن الصحفيين ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس محمد الأصباط الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك معنا أستاذ محمد. يعني هل ترى أن مهنة الصحافة ازدادت خطورتها تصاعديا خلال الأعوام السابقة؟ طبعا خلال 10 سنوات الماضية تصاعدت خطورة العمل الصحفي بسبب تصاعد الحروب والأحداث الدامية والمأساوية في عدد كبير جدا جدا من مناطق العالم، وبالتالي كان الصحفيين في مرمى النيران خلال السنوات العشر الماضية، وهي سنوات مأساوية بالنسبة للصحفيين في مختلف أنحاء العالم، وبالتحديد في منطقتنا كما هو معلوم في سوريا وفي العراق وفي جنوب السودان. نعم ففقد عدد كبير جدا من الصحفيين أرواحهم ثمنا للبحث عن الحقيقة لنقل ما يدور لقرائهم. نعم التقرير الذي عرض الآن على شاشة الآن تحدث عن 65 قتيل من الصحفيين خلال العام الماضي، هل من إحصاءات أخرى لديكم ممكن أدق؟ طبعا حسب تقرير اللجنه الدوليه لحمايه الصحفيين ومراسلون بلا حدود ان ضحايا الصحفيين خلال العام الماضي تراوح ما بين 72 الى 65 صحفيا، وهو رقم كبير جدا جدا لمهنه مهمتها الاساسيه هي نقل الحقيقه والتوثيق للتاريخ، وليس من ضمن مهامها اي ادوار قتاليه او وليس متورط، والصحفي لا يتورط في الصراع باي شكل من الاشكال. وبالتالي الهدف من هذه الاغتيالات الممنهجه هو اسكات الشهود حتى لا يروا للناس ما حدث، وهي ماساه اخرى جعلت من هذه المهنه هي المهنه الاكثر خطوره خلال السنوات العشر الماضيه كما قلت. نعم، بالحديث عن القوانين التي تحمي الصحفيين وتعزز حرية التعبير، كيف هي وما هي الإجراءات التي من الممكن فرضها حتى يحمى الصحفي من الاستهداف؟ وطبعا منذ 5 سنوات تطالب المنظمات الصحفيه حول العالم بضروره تعيين مقرر مستقل لملاحقه مستهدفي الصحفيين في مناطق النزاع، مقرر مستقل تابع للامين العام للامم المتحده، وما زالت المحاولات جاريه حتى الان لم يتم تسميه مقرر، رغم ان العام اجتماع الجمعيه العموميه في ديسمبر الماضي اقر بضروره او موافقه غالبيه الدول على تعيين مقرر خاص. اعتقد ان تعيين مقرر اممي خاص بالصحفيين ولديه مكاتب في مختلف انحاء العالم سيقلل من استهداف الصحفيين. نعم، من باريس السيد محمد الأصباط الصحفي والمحلل السياسي، أنا أشكرك جزيلا على هذه المداخلة.